رأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر قضيبية. وفي بداية الاجتماع رفع المجلس التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2023، منوها بما أظهرته النسخة 19 من السباق التي استضافتها مملكة البحرين مؤخرا من تميز على صعيد الإعداد والتنظيم والحضور، بما يعكس القدرات الإبداعية للكوادر الوطنية العاملة بحلبة البحرين الدولية وكافة الجهات التي ساهمت فيما تحقق من نجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي. بعد ذلك رحب المجلس بدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لاستضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينعقد برئاسة معالي الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أهمية هذا الاجتماع الدولي في ترسيخ أهداف الأمم المتحدة وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين. بعدها شهد المجلس بما تحقق من إنجازات على صعيد تقدم المرأة البحرينية بفضل البرامج والسياسات التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قارنة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وذلك في ضوء إشارة المجلس إلى مناسبة اليوم العالمي للمرأة. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن آخر المستجدات حول جواز السفر الإلكتروني. ثانيا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية. ثالثا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إعادة تشكيل عدد من المجالس واللجان برئاسة معالي وزير الداخلية. رابعا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة واقتراح بقانون مقدمين من مجلس النواب. بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومشروع قرار بتنظيم إجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل المرخص لهم بإنشاء مؤسسات التعليم العالي. كما استعرض مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات غير اللغة العربية وآليات ونطاق التطبيق. إلى ذلك، فقد رحب المجلس باعتماد منظمة الصحة العالمية عالي والبسيتين والساية كمدن صحية، واعتماد 5 جامعات محلية كجامعات صحية، والذي يعكس التقدير الدولي للخطط والبرامج والجهود الحكومية المبذولة في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية، وذلك في ضوء الاطلاع على التقرير المرفوع من سعادة وزيرة الصحة بهذا الشأن. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن المشاركة في الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمشاركة بأعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، ونتائج زيارة فخامة الرئيس سردار بارتاي محمدوف رئيس تركمانستان إلى مملكة البحرين، وزيارة سعادة وزير الأشغال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، والمشاركة في اجتماع فريق اتصال حركة عدم الانحياز للاستجابة لجائحة كورونا حول التعافي ما بعد الجائحة على مستوى القمة، والمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.